بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم آمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا وإياكم بخلق رسول الله وأن يؤدبنا بأدبه، اللهم آمين يا رب العالمين. لا زال الحديث موصولا بنا حول الأدب مع الله جل وعلا. من الأدب معه سبحانه أن نذكره وأن نشكره. قال جل وعلا في القرآن الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر منشور الولاية، من أعطيه اتصل ومن حرمه انفصل. ويمكن أنا قلت لحضراتكم قبل كده في حلقة سابقة إن الذكر أنواع: ذكر اللسان الثناء، وذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر القلب الخوف والرجاء، وذكر الروح التسليم والرضا. ورحم الله من قال: إن الجبل لينادي على الجبل باسمه ويقول له: هل مر عليك اليوم ذاكر لله. والله جل وعلا يذكر من ذكره: إني مع العبد الذي هو ذاكري، وتحركت بي مخلصا شفتاه، إني أقدس من يقدسني ومن يرعى عهودي دائما أرعاه. اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيذكره: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هتذكر ربنا في نفسك يذكرك في نفسه جل وعلا. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يبقى تذكر ربك سبحانه وتعالى. حتى ربنا يقول لسيدنا النبي في القرآن صلوات ربي وسلامه عليه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما أمرنا جل وعلا أن نكثر من شيء في القرآن إلا من الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذكر بقى إنك تقرأ القرآن، إنك تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أذكار الصباح والمساء، تستغفر ربنا سبحانه وتعالى، تصلي على سيدنا النبي، تتقلب في بساتين الذكر وفي بساتين رضا الله جل وعلا. ربنا يجعلنا من الذاكرين له كثيرا والذاكرات، اللهم آمين. فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.